السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة سيدرا للرياضيات. توحشتكم، لبالي طولت عليكم. هذيك هي قلت نكملوا العيد ونعيدوا بالصحة والعافية إن شاء الله مدام أجلوا الامتحانات، كملوا مع الدروس توعنا اللي هي دروس متتاليات في المتتالية الهندسية اللي هو آخر درس عندنا إن شاء الله اليوم. أكيد رايحين بعد نديروا تمرينات مواضيع مقترحة. اليوم خيرت لكم تمرين تاع 2000 وبكالوريا 2008. نعم، حليتو، بسطتو، ساهل ماهل. قبل ان نبداو الاشتراك والاعجاب والتعليق وشكرا. نجو هنايا التمرين الاول في المتتاليات الهندسية اللي هو بكالوريا 2009 او 2008، واحدة فيهم بكالوريا 2009. نعم، ايه متتالية هندسية طاحت في البكالوريا. راح التمرين يقول U N متتالية هندسية معرفة على N وأساسها موجب. السؤال الأول، عين أساس هذه المتتالية وحدها الأول يصفر. إذا علمت أن U 3 يساوي 144 و U 5 يساوي 576. هنا المعطيات اللي راح معدنا هنا U 3 عطيه لي و اي 5 هذا نعطيهم على اساس هذا زوج نعطيهم لي خرج الكي والاسفر. نجرب انا هنا عندي قانون قريته. بما ان المتتاليه معرفه على ان وليس ان نجمه، معناتها حدها الاول هو اي 0، معناتها عباره تاع حد العام تاع المتتاليه تساوي معناتها اي ان يساوي اي 0 ضرب كي اس ان. هذا هو، هذه عبارة الحد العام تاع المتتالية لأنها بدات بالإي صفر. كي نجربوها بالإي إن كيما القانون تاعنا إي بي، إي بي ضرب كو بس إن ناقص بي تخرج لي بي يساوي صفر وهذه تخرج لي صفر، معناتها هذه تروح مع هذه تعود صفر وهذه تعود صفر، معناتها تولي لي إن. نجو هنا يا نعم كملوا إي إن. انا اول حاجه باه نبدا هنا نلقى الكو يو صفر وكو، لازم نكتب هذا بدلاله يو صفر وكو وهذا بدلاله يو صفر وكي. هذا زوج نكتبهم بدلاله يو صفر وكي. عندي يو 5 هنايا، نحل الان ندير في بلاصتها 5 هنايا، نحوس على ان كاين انا ما كانش ما نديرش، نحوس على ان كاين ان كاين ندير في بلاصتها 5 عادي نفس الشيء كيما افلي 3، روح حوس على الاكس نديرو وندير في بلاصته 3. هنايا عندي يو 5 يو 0 يبقى كيما هو ضرب كي اس 5. نجو هنايا هذه لقيناها خلاص، نجو يو 3 ايضا نفس الشيء يو صفر كيما هي تبقى ضرب كي اس 5. نعم هنايا هذا لقيناه وهذا لقيناه، هذا واش عاطيه لي اصلا في التمرين يو 5 ماذا تساوي؟ يو 5 تساوي 576 و يو 3 تساوي 144. نعم هنا ولات لي جملة معادلتين واحد وهذه اثنين، جملة معادلة اللي قريناها في الرابعة متوسط، جملة معادلتين هذه قريناها في الرابعة متوسط. إذا ما لكم ناسينها راكين جنة هنا، جملة معادلتين هنا هي زوج معادلات بزوج مجاهيل، معادلتين بمجهولين، هنا كاين زوج مجاهيل وهنا كاين زوج مجاهيل، نفس المجاهيل تتغير برك في بعض القيم، مثلا كي اس 5 هنايا كي اس 3 هنا كي اس 5 هذه اللي تغير فيها فقط. هنا هذا الجمله نقدر نحلوها بطريقه سهله، نديروا هذا المعادله تقسيم هذا المعادله في حاله ما كانت كل الحدود بيناتها ضرب، نديروا هذه تقسيم هذه. في حال كاين الجمع نديروا ايضا كاين جمع نديروا نخرجوا هنايا قيمه، نخرجوا هنا عدد ونقسمه. ضاكين نفهمها لكم، مثلا هنا عندي هذه عندها طريقتين تحل، هذه الجمله
عندها طريقتين في الحل. كيفاه؟ نجيو هنايا للطريقه الاولى اللي هي شويه تحسيها اشوي زعما ماشي ياس. نخرجوا اي صفر الاول هنايا خرجوا كم يساوي هنايا اي صفر شي خرج هذا تقسيم هذا تساوي 576 تقسيم كي اس 5 ونجيو نعوضوها هنايا نحو الاي صفر حقا نفس القيمه نح هنايا ونكتب هذا هنايا تعود لي 5 76 على كي اس 5 اللي هي هاي وراها كامله هاني كتبتها ضرب كي اس 3 هنا عندي مجهول واحد تساوي 144 هنايا هذا تقسيم هذا ونختصر ندير القوانين نطبق القوانين تاع قوى الاس مثلا كي اس 3 تقسيم كي اس 5 نجي هذا تقسيم هذا الكي نخلي عليها ونجي 3 تقسيم 5 هي اللي نديروها الاس هذه طريقه يخرجنا كي واحد راح نركم لك الطريقه اللي راني انا حستها سهله نجو دائما مادام كاين الحدود كاع بيناتهم ضرب نجو هذا الحد تقسيم هذا الحد ندير واحد تقسيم اثنين نضع واحد نضع واحد تقسيم اثنين يخرج لنا هاك يخرج لنا اي صفر ضرب كي اس خمسة يساوي 500 تخرج لي هنايا هاك هذه نقسم عليها يخرج اي صفر ضرب كي اس ثلاثة تساوي تبقى واحدة في دائما ما تعودش زوج تساوي اكيد تعود هنا تساوي ديرها هذا تقسيم هذا ايضا تساوي 5 صح على 144 هنايا هذه اسهل هذا يروح مع هذا هذا يروح مع هذا يبقى لي كي اس 5 على كي اس 3 يخرج لي وتبقى لي هذه تقسيم هذه يخرج عدد مجهول عادي نلقى الكي راه كيش يساوي عندي كي اس 5 وكي اس 3 نديرو يعود لي في القوانين تاع الاس يخرج لي كي اس 5 ناقص 3 يعود لي كي مربع هذه قريناها في قوانين تاع الاس في الرابعة متوسط وايضا في السنين اللي فاتوا بصح هاي الرابعة متوسط هي اول مرة نبه يعود عندي مثلا كي كي على كي والاس مختلف نروح نجيب كي واحدة نحطها والاس الفوقاني نقص منه تحتاني هذا ناقص هذا نكتبوها زين بقلم باه تعود واضحة تعود لي 5 ناقص 3 وهنايا تساوي لي هذه تقسيم هذه تخرج لنا 576 تقسيم 144 تخرج لنا 4 تساوي 4 نعم ايه هنايا كي نقص هذه على هذه ناقص 5 ناقص 3 تساوي كي اس كي مربع تساوي 4 الحل هنايا شحال عندنا من كي حاجه نربعوها تخرج لي 4 شنو العدد اللي نربعو يخرج لي 4 شنو 2 وايضا كاين عدد اخر عندها حلين هذا المعادلة عندها حلين كاين ناقص 2 و 2 ناقص 2 كي ربعها تخرج لي 4 و 2 كي ربعها تخرج لي 4 بصح انايا عندي كي واحد ما عنديش حلين عندي كي واحد قال لي كي واحد هنا نرجعوا للنص التمرين شي يقول متتالية هندسية معرفة على ان واساسها موجب مثلا كي تاعها موجب كي تاعها اشارته موجب معناتها هنايا كاين حلين اثنين كي ناقص اثنين بما ان الاساس موجب فان اثنين كي يساوي اثنين خلاص نجول اي صفر اي صفر نعوضها عادي نجيب هذه ولا هذه نعوض بها اسهل واحدة وراها فيهم هذه اي صفر ضرب الكي اللي حسبناه اللي هو اثنين اس ثلاثة
أس 3 يساوي لي 144. 2 أس 3 2 في 2 في 2 تساوي 8. أس 0 تساوي 144 تقسيم 8. 144 تقسيم 8 تساوي لي 18. كتبها بالأحمر باش تكون واضحة. تساوي 18. فاضل 4. إذا هذا هو السؤال الأول. نجو هنا للسؤال الثاني. يقول تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي ان اي ان تساوي 18 ضرب 2 أس ان. تحقق لي بلي الأعداد هذيك اللي لقيتها هي صح صح راها تاع المتتالية اللي عطاها لي، معناتها اي ان هي في الحقيقة عندي عبارة الحد العام. شو تساوي اي ان؟ تساوي او صفر ضرب كي أس ان. هذه عبارة الحد العام تاع اي متتاليه. نجي نعوض انايا اي ان، نعوض الاعداد اللي عطاهم اللي لقيتهم. اي ان تساوي لي او صفر اللي هي 18 ضرب الكي هي 2 ضرب الكي هي 2 اس ان. وهذه هي المتتاليه، وهذه هي المتتاليه. نديروا لها اطار باش تكون واضحه. بالتعوير نجي نكتب هنايا بالتعوير بيتنجم. تعوير جو هنايا السؤال الثالث. يقول احسب بدلالة ان المجموع اس ان من اي صفر، يبدا من اي، من اي صفر حتى اي ان، من اي صفر حتى اي ان. عندنا قاعدة تاع المجموع، ش تقول؟ اس قاعدة المجموع، قانون اس ان. ماذا يقول؟ اس ان يساوي، يقول لك يساوي الحد الاول، الحد الاول اللي راه عاطيه لي في الاس، الحد الاول ضرب ضرب واحد واحد ناقص كي اس عدد الحدود. الحدود العدد تاعهم هو اللي نديرو في الأس، مش قيمتهم، العدد تاعهم. تقسيم واحد ناقص كي. نجو هنايا في المجموع هذا، الحد الأول هو عندي هو اي صفر ضرب واحد ناقص الكي. هنا عندي اثنان عدد الحدود. أنا شحال عندي من حد هنايا ذكي؟ فهمتكم شحال راه عندي من حد؟ هنايا عندي اي صفر هو حد، هو الاول، واحد نحسبه راه حد، واي واحد هو اثنين الحد الثاني، واي اثنين هو الحد الثالث، واي ثلاثة هو الحد الرابع، واي ربعة هو الحد الخامس. معناتها هنا كل مرة نزيد واحد، مادام بادي من الصفر معناتها كل مرة نزيد واحد، لأنه هذا هو اللي راه زايد عندنا. لو كان جا مش بادي من الصفر، بادي من اي واحد، هذيك اي واحد هو الحد الاول، اي اثنين الحد الثاني، معناتها نفس عدد ان. بصح انا هنايا راه بادي لي من الصفر، معناتها ان نزيد له واحد، نزيد له هذا الحد، هذا واحد، مفهوم؟ معناتها الان اللي راه عندي نزيد له واحد اللي هو اي صفر. اي صفر راه يتحسب واحد، ترتيبه هو الاول، معناتها راه حد من الحدود. ان شاء الله يكون مفهوم، لانها كاين تصرا ياسر مشاكل. المهم هو ان زائد واحد تقسيم واحد ناقص اثنان. هنا عندي اي صفر هو يساوي لي كم؟ يساوي 18. نعم يساوي 18. ايه بالتبسيط ببسطها معكم هنايا، ندير هذه تولي لنا 18 ضرب هذه نديرها قوس واحد ناقص اثنين ان زائد واحد تقسيم واحد ناقص اثنين
تساوي لي هنايا ناقص واحد، وانا وعادة تقسيم ناقص واحد هو ندير له الناقص من فوق فقط ونح هذا الكسر وهذا الناقص واحد. مثلا 8 تقسيم ناقص واحد تخرج لي ناقص 8، 18 تقسيم ناقص واحد تخرج لي ناقص 18. هذا هو المجموع. نجو للاستنتاج. هنا قال استنتج التحقق، لا الاستنتاج. استنتج ثم استنتج قيمة العدد الطبيعي ان حيث اس ان تساوي، اعطيها لي اس ان تساوي لي 1134. هنا عطاني اس ان تساوي 1134، قال لك القاي لي ان انطلاقا من المجموع هذا اللي راني حسبته انايا. معناتها ندير هذه تساوي هذه تساوي لي ناقص 18 ضرب 1 ناقص 2 اس ان زائد 1. هنا ندير تساوي بالاحمر باش تكون واضحه حتى وفايض لي. نجو قلت لك ايه هذه ولات المعادله ذات مجهول واحد. نجو نبسطوها باش نخرج ان كم تساوي. انا نبدا نبسط نخرج هذا الكسر وحده كم، هذا القوس وحده كم يساوي، معناتها هذا ناقص 18 نخرجها. نجي هنايا باه ننقلها منا ضرب، هنا مادام كاين ضرب هذه باه ننقلها منا نديرها من تحت. هذا هو تغيير ساعة. تعود لي هنايا 11 3 4 تقسيم ناقص 18، هنا تساوي لي هذا الكسر 1 ناقص 2 ان زائد 1. نعم هنايا هذه تقولوا لي علاه نقلناها هنا به كاين هنا الضرب، هنا لقى هذا العدد لازم هذا تقسيم هذا نجيبو كيما هو نقسمو. نعم نجو هذه تقسيم هذه خرجت لي كي نحسبوها 1134 تقسيم 18 ناقص 18 تخرج لي 63. تخرج لي 63 63 ناقص 63 ليس 63 لأنها إشارة ناقص. ناقص 63 تساوي لي 1 ناقص 2 أس أن زائد 1 تبقى هذه كما نجو هنا نديرو المجاهيل من جهة والمعاليم من جهة. نجيبو المجاهيل نديرهم من جهة والمعاليم من جهة باش نقدر. هنا ورا المجهول عندي، ها هو هذا كاع راه مجهول، هذا كاع ما عنديش قيمته، هذا واحد هذا بصح هذا اثنين أس أن ما عنديش قيمته كامل، أس أن زادو كاع ما عنديش قيمته. نجي نرفدها كيما هي بالإشارة اللي قبلها وننقلها منا، نجيب هذه ناقص 63 نرفدو بالإشارة وننقلو منا، وعند التحويل نعكس الإشارة. هذا قانون، كي تجيب عدد تحطو منا لي تاع الموجب وتاع الموجب والطرح، إذا ننقلو منا نعكس إشارته. ناقص 2 أس أن زائد 1 نديها منا تخرج لي 2 أس أن زائد 1، 2 أس أن زائد 1 نعم تساوي، نزيد هذه 63 ننقلها منا ناقص 63 ننقلها منا تخرج لي زائد 63، 1 زائد 63 نعم تخرج لي هنايا 64. معناتها هذه 2 أس أن زائد 1 تخرج لي 64. هنايا نزيد نبسطها 2 أس أن زائد 1 في القانون تاع الأس باللي كي يكون كاين جمع معناتها كي يعود عندي هاك مثلا عندي 2 أس أن زائد 1 في الحقيقة راها 2 أس أن ضرب 2، هنا أس 1 هذه راها أس 1، باه نختصروها نحينا هذه وزدنا لها هنا 1، نحينا 2 قاعدين زدنا لها 1. هذه باش نبسط هنايا رجعها لأصلها، رجعها لأصلها تعود لي 2 أس أن ضرب 2 تخرج لي 64. نعم نزيد نبسطها نزيد نخلي هذه وحدها تعود لي 2 أس أن واش تساوي لي وحدها، هي نجيبها من تحت بلا ما نعكس إشارتها، عكس الإشارة كيعود كاين هنايا موجب وسالب، نجيبها نهبطها لتحت تعود لي 64 تقسيم 2 تخرج لي 2 و3. من تفتري هنا خرج لي 2 أس أن تخرج لي 2 و30. هنا يعني بسطها لأقصى ما أستطيع.
نخدم راسي شويه. هنا هنايا هذه واش معناتها؟ هذه واش معناتها؟ عندي اثنين هذايا شحال نضربو في نفسه من مره باش تخرج لي 32؟ اثنين شحال نضربها في اثنين باش شحال نقدر نضربها مره؟ شحال نقدر نضربها في اثنين من مره باش تخرج لي 32؟ ندير اثنين في اثنين في اثنين في اثنين في اثنين، نهار اللي تخرج لي 32 نحبس. اثنين هذه اس ان اش معناتها؟ نعاودها، اثنين اس ان تساوي 32 اش معناتها؟ معناتها هذا الاثنين شحال نقدر نضربها في نفسها من مره باش تخرج لي 32؟ ما نقدرش نزيد فهمك اكثر من هذا. معناتها نجي نضربها في نفسها ونتاكد، اثنين في اثنين كم تساوي؟ أربعة. ما لحقناش 32 مزال، كي نلحقو 32 نحبس. في اثنين 8، في اثنين هذه 8 في اثنين هذو في اثنين، 8 في اثنين تخرج لي 16، في اثنين 16 في اثنين تخرج لي 32. خلاص هنايا نتوقف، هنايا لقيت 32 نحوس عليه. الان الان هذا الان هي عدد هذه الاثنينات، عدد الرقم عدد هذه الاثنينات 1 2 3 4 5، ان تساوي 5 فقط. هذا هو الحل، هذا هو هذه الحاجه اللي صعيبه ديما يخدم فيه. احنا نكتبها زين، ان تساوي 5 ومنه ان تساوي 5. هنايا هذيك تحبوا تكتبوها تحبوا ما تكتبوهاش، ماكمش مطالبين به هذاك التحليل، ماكمش مطالبين به. وانتهى التمرين وانتهى الشرح، ان شاء الله يكون كلش مفهوم وشكرا.